أطلقت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية لدعم المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. واستمرارا لهذا الدور، وزعت الوزارة عبوات مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. تتنوع المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تطلقها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. واستمرارا لهذا الدور، فقد أعدت الوزارة عبوات غذائية متميزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. توزيع هذه العبوات يتم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد، مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة، ومن خلال مأموريات من مديريات الأمن كل بنطاقها تتوجه مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجا لتسليمها لهم، كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة التي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. متشكرين، تحيا مصر، التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين. ربنا يخلي الرئيس ويزيده من نعيم الله. بقاله شهر مبروك وسنة مبروك عليكم وعلى الأمة كلها وحضرة الرئيس. بلاده في يوم تعيش، البلد دي ما بتقعش، والأهم البلد دي ظهرها ما بينحنيش. يا رب يحميكم كلكم ويكتر منكم ويزود منكم يا رب، ويكفيكم شر ايدين الناس الغدرة. كل سنة طيب يا حاج، كل سنة طيب. يا بلادي في كل الأزمنة، ووقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. لا مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش. شكرا شكرا لعبد الفتاح السيسي وللداخلية. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا اغلى. إشادة كبيرة من المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم. دي هدية بسيطة من السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد عليكي. احنا مصر ومصر احنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين. كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب. دي هدية السيد الرئيس ليكي، وكل سنة وانت طيبة. ربنا يخليه لنا ويبارك لنا فيه. كل سنة وانت طيبة. الله يخليه، ربنا يبارك له يا رب. كل سنة وانت طيب ويبارك. هذه القوافل الإنسانية المحملة بالخير ترسم الفرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم، والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. أزمنة وقت لما تحتاجينا احنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الظروف، مفيش أي قوة تهزنا. لو خدت تاخدي مني روحي، دي روحي هينه، وهو ايه في الدنيا أغلى. احنا عايشين في أمن وأمان طول ما هو موجود معانا. الله يبارك له. كل سنة وانتم طيبين. في كل ليل بطل تمن شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي. كانت زمان كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخليكم لينا ويخلينا سعادة الرئيس اللي هو فاكرنا على طول. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. هنديلك عيدية وقد المسؤولية وشرطة شعب. أنا بشكر سيادة الرئيس اللي هو فاكرنا وجاي لحد هنا، وربنا يعينه ويقويه، وشكرا على دي. بشكر سيادة الرئيس على المبادرة ديت، وكل عام وهو طيب. ربنا يخليك لنا يا ريس، والف شكر. ولادها ابطال اسود وقد العهود، وجوه قلوبهم حبها. يا مصر ياللي شمسك لا يمكن تغيب، انا جنبك تملي ومنك قريب. انا اديلك عينيا وقد المسؤوليه، وشرطه شعب احنا ايدنا واحده على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الناس كلها تكون بخير وبأمان، وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعت لنا هديات مع المأمور، وربنا يبارك لنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا مؤمنين وحبها من سنين. في كل ليل بطل تملي
شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي جت زمان وبلدي جت تاريخ من بعد. كل سنة وانت طيب. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان فاكر الناس في الاعياد وفي المناسبات الطيبة ونقول له كل سنة وانت طيب. شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. قدمتم ذخر لنا ونقول التحية العسكرية المعهودة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ومنك قريب انا اديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل دين بطل. الدور الإنساني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية إنما يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لذا تتنوع وتتواصل المبادرات، ومنها مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة والتي تسعى للوصول إلى المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. ربنا يكرمه وطول عمره واستره وعينه على مصر كلها.